الركن الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. وأن الله أرسلهم. فلتن قال وان ما دي بين لابه كو الله وني كو نولي به واوحى اليهم الله انتيبيني وحي هوري مابه وايدهم بالايات الله كان يقد تنتيري بير امور كاو اي ايجه ماكو ادوا الامانه التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها فلتن قال وان ما ان باب انكم يمرنكم فوق امور الله بهوير بيوتني ونصح الامه اكمل نصح نصح الانبياء والرسل عليهم الصلاه بلا بنيريد مفتدنكو بور مويد لا بنيريد فو كو ان باب لا بنيريد مفت مابرنكو وبلغوا كل ما امرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغ لم يكتموا شيئا فلتن قال وان بان باب دي بيوتني كلامكو الله يمر بيوتني هاي هو وجاهدوا في الله حق جهاده جاهدوا بجميع انواع الجهاد بذلوا غايه الجهد بودي جهاد حطوري جهادك الله يامر بكم حطوري من امبر تاغ هوب ودي دو انه نؤمن بهم وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائهم غومدي من ان با بين نجاي مودن غومدين بين بي الله ييتين اي ماب في نو ايل ماب دين اي ماب وصفاتهم كاجوم باديجي بن لاب فو و آيات التي عدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم كايما ايكو ايج يا الله وانتن تنيري بي هولي وان ما كان بيكو بنلا بي كايما كو بهمبيتا كو همبيتا داني ان باب بين فوب نؤمن ان اول الانبياء ادم عليهم الصلاه والسلام غومدينن كاري وندم اراندو ان باب بين فوب كو باب بين ادم واول الرسل نوح عليهم الصلاه والسلام اتيلو انلا بين فو وني النبي نوح وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سكتير نلا بأن باء فب كنلا رمي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت عليه الصلاة والسلام هو والله كاذب وكافر كفرا أكبر. كلام أن الدتير وند مكان مجنا نلا ولا مجنا أن باء كوبا ونلا صلى الله عليه وسلم دو هر أورو دي وند مكو فين دو الله هر كو يد دو كانكو يدان ان انا هرمان كو يدونغو مانغو مانكو كافر ومن يصدق هذا فهو كافر مثله نسال الله عافيه السلام والله اعلم باوني اورو نون فيني نون الله كانكو كافر اغاسي ساوني اغونغيني اون كافر هر انكار وني كافر والله اعلم.